في الحنان قوتي، في العطف بسمتي، فيه نور نور للأحداق. أنا أتعلم، أنا أتقدم، وغدي له له إشراق. أنا للعلا تواق. لا لا تقل عني معاق. أنا لست بمعاق. لا كما عودتنا هذه يعني الجمعية الناشطة الشباب راس الماء، يعني من هذا المنبر نشكر هذه الجمعية النشطة، ونشكر المستشفى، المستشفى إعادة التأهيل الوظيفي، كل يعني الإطارات والأطباء يعني على وقوفهم اليومي اليومي على هذه الفئة الحساسة، كما يعني اسمها الاحترام يعني والتقدير على كل الأمهات والذين يعني اسمها يشاركون يعني معاناة أطفالهم يعني. وشكرا لكم. أهين سودان أسلماء سطيف جاوية أماقين، وتحية حسين براس. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة 14 مارس اليوم العالمي لذوي الهمم، أعتز وأفتخر كوني كلاعب سابق دولي سابق أني موجود في هذه المؤسسة الطيبة، لنتمنى كل الخير وكل هنا إن شاء الله لإخواننا أبنائنا ذوي الهمم الذين عندهم إمكانيات كبيرة، ونعتز بهم ونفتخر بهم، وطالما افتخرت بهم الجزائر كأبطال وبطلات في الرياضات المختلفة. شكرا على هذه الدعوة، ونتمنى إن شاء الله الخير للجزائر الحبيبة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رحبوا بقناة الهضاب هنا في مدينة راس الماء. احنا نادي شباب راس الماء لكره القدم ارتئينا نديروا المبادره هذه، وهي اليوم الوطني ذو الاحتياجات الخاصه، وان شاء الله نطلبوا من ربي يجيب لهم الشفاء ان شاء الله، ونطلبوا الصبر للاولياء هذو المرضى ان شاء الله، ويعطيكم الصحه انتم.